من واشنطن مراسلنا عمر محمد. إذا كيف تتطور هذه القضية؟ يبدو أن هناك رفض صيني لهذه الادعاءات الأمريكية ووصفها بافتراءات. ماذا لدى واشنطن؟ أهلا أحمد، يبدو أن أمر إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن جاء بعد تحقيقات مع صينيين اثنين واتهامات وجهت بالفعل وصدقتها محاكم أمريكية بأنهما كانا يتجسسان ومتهمان بسرقة معلومات ووثائق نسخ و من مؤسسات أمريكية، وجاء الإغلاق الأمريكي بعد أقل من 24 ساعة على هذه التحقيقات. لكن هناك أمر جديد بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بإمكانها إغلاق قنصليات صينية أخرى، إذ أن تانغ جوان وهي عالمة أحياء صينية متهمة اليوم بنسخ وسرقة معلومات وأبحاث تابعة لمؤسسات أمريكية أحمد، ويشتبه بحيازتها لتأشيرة مزيفة بحسب الادعاء العام والاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. يتحدث مكتب التحقيقات أن جوان هي هاربة في قنصلية الولايات المتحدة في سان فرانسيسكو. لا أعلم إذا كانت هذه القنصلية الآن على مقربة من الإغلاق أحمد. نعم، عمر محمد مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك.